اتفاق اللحظات الأخيرة ألغت معه النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام بشكل عام في كل المناطق. القرار جاء بعد استجابة الوزارة لمطالب النقابيين ومنها ترقية الأطباء والصرف مستحقاتهم المادية. تم الاتفاق على مواصلة التفاوض على منحة المناطق ذات الأولوية على أن يتم البت فيها قبل أواخر شهر سبتمبر 2019. هذا بطبيعة إجراء إن شاء الله يحفز الأطباء العامون على الالتحاق بأماكن العمل بالمناطق الداخلية. نقابات القطاع دعت في وقت سابق كل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية إلى التجمع أمام مقار الاتحادات الجهوية للشغل وتأمين العمل كامل اليوم لعلاج الحالات الاستعجالية بأقسام الاستعجالي للمستشفيات. المهنيون في القطاع أطلقوا صيحة اعتراض حول تردي القطاع الصحي في تونس مطالبين بإيجاد حلول سريعة لإنقاذه. اليوم قطاع الصحة في تونس يسكو عديد النقائص، منها أول مشكلة هي مشكلة التشريعات، تشريعات على القطاع خاصة الصيدلي بدات في من بعد الاستقلال وتوقفت من عام 1973. اليوم القوانين المنظمة لمهن الصيدلة موجودة في نطاق مجلس النواب. الجامعة العامة للصحة أقرت بدورها إضرابا آخر يوم 4 و5 سبتمبر على خلفية مطالب مهنية ومادية، يؤكد منتسبو الجامعة أن وزارة الصحة لم تلتزم بها. جلسات للتفاوض وأخرى للصلح، فإضراب فتعليق له ثم تلويح بإضرابات أخرى في الأفق، هكذا يراوح قطاع الصحة في تونس بين منجزات الماضي وتناقضات الحاضر بكل مشاكله. وليد عبد الله، العربية، تونس.